لكن تضيع لعب أمامية وإبرا وجوهر يخرج برأسه والمرمى فاضي. لا 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 يا حبيبي لا، إبراهيموفيتش ليس مجرد لاعب ولا هداف ولا قناص، لا لا سلطان اللاعبين، أتى أهدافه بطريقة استثنائية. ايه المتعة، ايه الابهار ده، ما هذا الابهار، هدف تاريخي لابراهيموفيتش، تاريخي، لاعب الكاراتيه السابق، لاعب التايكوندو السابق ابراهيموفيتش، باكورد دبل كيك، ضربة خلفية مزدوجة دون ان ينظر، دون ان يعرف اين المرمى، لكن الكورة تعرف طريقها، الكورة بتحبه والمرمى خارج.